أول رد فعل لديفيد مويس مدرب وستهام يونايتد بعد هدف سعيد بن رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. هرمنا من أجل هذه اللحظة، هرمنا من أجل مشاهدة هذا الهدف. سعيد بن رحمة يسجل أول هدف له في البريمير ليج مع وستهام، تسديدة جميلة من خارج المنطقة جعلتنا نشاهده يفرح ويحتفل. هدفه أنقذ فريقه من الخسارة، ولكن النتيجة كانت سيئة للهامرز وستهام يونايتد. تعادل مع برايتون جعل أحلام دوري الأبطال تطير بعيدا عنهم. الدولي الجزائري لعب 28 مباراة سجل فيها هدف وصنع 5 أخرى، هدف متأخر ولكنه مهم جدا. أما عن تصريحات ديفيد مويس بعد المباراة، ديفيد مويس بعد التعادل في اللحظات الأخيرة أمام برايتون: أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا لم نخرج بالمزيد من المباراة، لكن عندما تخسر 1-0 قبل 6 دقائق على النهاية من الجيد أن تحصل على التعادل. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، حقا في الثلث الأخير لم ينجح الأمر تماما. أحضرنا سعيد بن رحمة ليسجل لنا الأهداف والتمريرات الحاسمة، كان من الجيد أنه حصل على هدف الليلة. طبعا دي كانت تصريحات ديفيد مويس بعد التعادل مع برايتون، وقال على سعيد بن رحمة: أحضرنا سعيد بن رحمة ليسجل لنا الأهداف والتمريرات الحاسمة، كان من الجيد أنه حصل على هدف الليلة. طبعا ديفيد مويس بيقعد سعيد بن رحمة دايما احتياطي، وسعيد بن رحمة كل ما ينزل بيثبت ان هو لاعب اساسي ويستحق اللاعب اساسي، وديفيد مويس يعترف هذه الليلة انه احضر سعيد بن رحمة لتسجيل الاهداف، ولكن بعد فوات الاوان يا مويس. قولوا لنا رأيكم في موضوع سعيد بن رحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.